قالوا ما احنا هبطنا في اول تحرك في الروندة 3 وهذه باش تكون فاتحة مسيرة حاجدة ضخمة دعت لها حملة مانيش مسامح ونسقت مع جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني التنظيمات العباد المستقلة الذواتات اللي رافضة مشروع قانون المصالحة هذا وباش تكون فاتحة كما قلت لعدة تحركات في الجهات صفاقس سوسة مدنين تطاوين القروين الكاف وهذا سبقتها بطبيعة جمعة من زمان فما مقاهي سياسية فسرنا للعباد شنو البنود القانون هذا شنية جايب معاه شنية الهانات متاعو اللي هو الكل هانات عزابي مدير ديوان رئاسة الجمهورية يقول احنا زادة مانيش مسامحين في حق الدولة احنا لهنا راهو نعرف هو يحب يستعمل زادة الحملة متاعنا اسم حملتنا باش يعوم الحوتة كما احنا نقول على خاطر هو قانون ماذية تحديدا جاب شي سماحة معليش هتش خرجهم من مسار المحاسبة وباش يحطهم تحت إجراءات استثنائية نص القانون متاعهم ديجا يسميها بصريح النص يقول عفو باش يعفو على الموظفين وأشباه الموظفين اللي كان جاءوا هما مطبقين القانون فمش على شي خافوا باش ما يصحوش وفما حاجة أخرى زيدة ما يقولنا إن هاني حطيت لهم 5% خطية ليه 5% هذيك معدل متاع نسبة التضخم يعني هو سمحهم في الأداءات اللي ما خلصهمش وسمحهم في الإيتاوة والجباية اللي سرقونا فيها وسمحهم في المرابيح اللي هما عملوها من الفلوس اللي سرقوها ونهبوها وعمرها ما كانت 5% هذية قائمة على معطى علمي صحيح القانون هذا يقول احنا مانيش مسامحين في حق الدولة وحق الضحايا يا اخي هما سرقوا كل الدولة سرقوا الدولة سرقوا مواطنين فما ناس حقوقها مشات فما ناس ديارها مشات فما ناس فلوسها مشات فما ناس ولادها مشات فما ناس دمها مشى وفما ناس عرقها مشى باش خاطر الناس هذوما سرقوهم القانون هما يحكيش في حتى نقطة لا في النسخة نتاع 2015 ولا في التعديلات اللي يحبوا يعديوها بطريقة سرية حسب عن طريق النواب نتاعهم ما يحكي على الضحايا هذوما